عمر وهو من كوادر الحركة الإسلامية في حماس، وهو الحمد لله ممن سيعطينا فكرة طيبة إن شاء الله عن غزة وعن حماس وعن الجهاد بإذن الله، ونريد أن يتحفل إن شاء الله الليلة، وهو جاء على غير ميعاد، سبحان الله على غير ميعاد، فهذا فضل من الله وهذا رزق، فليتفضل مشكورا جزاه الله عنا كل خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره المذكرون. لن أبدأ باعتذار، فقد سبقني الدكتور جزاه الله خيرا، وأنا كنت مرافقا لأخي صديقي أخونا عبد المجيد جزاه الله خير، حتى سألته إلى أين نذهب فقال لي مش شغلك، لا تسأل فقلت حاضر، فأتينا وأنا لا أعرف إلى أين نأتي، فإذا به يعني يحضرني إلى روضة من رياض الجنة إن شاء الله، وإلى الذين تضع الملائكة لهم أجنحتها. أسأل الله أن يجزيكم خيرا وأن ينفع بكم الأمة إن شاء الله. الحقيقة الدكتور بدأ ويريدني أن أتحدث عن غزة وعن فلسطين، وأنا أحب أن أبدأ دائما حديثي عن فلسطين بقول رب العالمين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأحب في بداية حديثي هذا أن أوضح أن فلسطين ليست غزة، وأنا متأكد أنه الجميع يعرف هذه المعلومة، لكن من كثرة محبة الناس لأهلنا في غزة وللمقاومين في غزة ولتأثرهم بالنصر المؤزر في غزة، الآن أنا لا أسأل عن فلسطين، أسأل عن سألوني دائماً إخوة عن غزة. فأنا أحب في بداية الكلمة أن نقول يا إخواننا فلسطين ليست غزة. غزة 360 كيلومتر مربع، من أصل فلسطين التاريخية 27,027 كيلومتر، هذه فلسطين التاريخية، فلسطين التاريخية التي لا تقبل القسمة على اثنين، فلسطين الأرض الوقف. وطالما أنا بين إخوة يدرسون العلوم الشرعية لن أتحدث عن معنى الوقف، تعرفونه، فلسطين 90% من أرض فلسطين التاريخية أرض وقف، كما أرض المسجد. يجوز بيع المساجد إخوانا؟ إيش رأيكم؟ لا يجوز. يجوز بيع فلسطين؟ كذلك لا يجوز. الذي يقول أنه لا يجوز بيع المسجد، لا يجوز التنازل للصهاينة عن أرض المسجد، كذلك ينبغي أن يؤمن أنه لا يجوز لا بيع ولا التنازل عن ذرة من رمل فلسطين للصهاينة واليهود، لأنها أرض وقف أوقفها الخليفة العادل الموفق أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في العام 16 للهجرة، في بداية العام 16 للهجرة، حين أكرمه الله وحين شرفه الله أن يكون سبباً في حقن دماء المسلمين، حين تشرف أن يكون هو الذي يفتح مدينة بيت المقدس. مدينة بيت المقدس عاصمة فلسطين، قضية القضايا وبؤرة الصراع. صراعنا مع اليهود والصهاينة يا إخواني ليس على غزة، غزة محررة يا ربي لك الحمد، صراعنا مع الصهاينة واليهود على المسجد الأقصى وعلى بيت المقدس.
ومن ظن غير هذا جاهل واهم. اليهود خرجوا مختارين من غزة، مش مختارين كيفهم كثير يعني، خرجوا مدحورين إن شاء الله، لكنهم خرجوا مختارين، خرجوا منسحبين من غزة. أما القدس، بيت المقدس يا إخواني، في عقلية الصهاينة يموتون ولا يتركون القدس، يموتون ولا ينسحبون من بيت المقدس. فهل نقبل نحن أن نترك وننسحب من بيت المقدس يا إخواني؟ إن مر زمن على المسلمين تركوا فيه بيت المقدس وخرجت الأمة من بيت المقدس واغتصبت بيت المقدس واحتلت بيت المقدس، وجوز الشيخ علي يقول لي لا، سلمت بيت المقدس، سلمت بيت المقدس. والدي في 67 كان في بيت المقدس حين أعلن من عمان سقوطها، ويقسم بالله أن إعلان السقوط كان قبل دخول الصهاينة إلى بيت المقدس. نشرح ولا وصلت المعلومة؟ إعلان سقوط المدينة بيد الصهاينة يوم 11/6/67 وقع الإعلان في عمان وبالشفرة العسكرية للعسكر إنه بيت المقدس سقطت، ووالدي والله في بيت المقدس، ويقسم بالله أن هذا الكلام مش صحيح. وما أعلن عنها إلا لأجل أن يتخلى عن التوجه إليها باقي العسكر الموجودين في الضفة الغربية، الضفة الغربية التي كانت تحت الإدارة الأردنية في ذلك الوقت. بيت المقدس يا إخوة التي شرفها الله أن جعل فيها المسجد الأقصى المبارك. حين نقول المسجد الأقصى بنأخذ أجر، شو رأيكم؟ بس تقول المسجد الأقصى، شيخ علي بتعترض ولا موافق؟ مجرد أن تقول المسجد الأقصى عندك 12 حرف من كتاب الله، كلمتين من كتاب الله فيها أجر. لذلك أنا أذكر إخواني دائما، أنتم في الغد إن شاء الله ستعطون مواعظ في المساجد وخطب في المساجد، إياك أن تمر عليك خطبة أو موعظة ولا تعرج فيها على القبلة الأولى، على الكعبة الأولى. يا إخوان تخيل الآن لو أن قوة عالمية، أي قوة عالمية، تخطط لاغتصاب كعبتنا الثانية، الكعبة في مكة المكرمة، ما هي المشاعر التي قد تختلج في قلبك؟ شو رأيك يا إخوانا، متوافقوا؟ ولا بس بنستنكر ومندين ونشجب، نقبل من حكوماتنا انها تدين وتشجب وتستنكر؟ نقبل؟ وهذه الكعبة الثانية. أما المسجد الأقصى المبارك يا إخواننا فهو القبلة الأولى، القبلة الأولى التي جعل الله فيه خصائص ما أعطاها لغيرها من البقاع. المسجد الأقصى المبارك جعله الله مركز البركة في هذا الكوكب، كلكم موافقين ولا واحد معترض؟ المسجد الأقصى المبارك مركز البركة في الكرة الأرضية، بدليل قول رب العالمين الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. رب العالمين ما قال الذي باركناه، لو قال رب العالمين الذي جعلناه مباركا أو الذي باركناه لكان المسجد الأقصى مبارك، أما الذي باركنا حوله أصبح المسجد الأقصى بأمر الله مبارك لما حوله، هو مركز البركة، كلما اقتربت منه زادت البركة وكلما ابتعدت عنه نقصت البركة. والقرب من المسجد الأقصى قربين، في قرب مادي
كالذي يتمتع به أهل بيت المقدس وأهل الأردن، أهل الشام، أهل سوريا، أهل فلسطين وأهل لبنان، ولكن ليس كلهم، فبعضهم مسيحي وبعضهم يهودي. هؤلاء محرومون من بركة المسجد الأقصى المبارك. هذا قرب مادي، وفي قرب آخر يا إخواني، هذا الذي نتحدث عنه اليوم في تونس. القرب ليه؟ المشاعر، محبة المسجد الأقصى المبارك، الحديث عن المسجد الأقصى المبارك، الاستعداد لفداء المسجد الأقصى المبارك. هذا البعد والقرب الذي لا يستطيع لا أمريكا ولا اليهود ولا الحكومات أن تحرمنا من بركة المسجد الأقصى المبارك، أن نستعد في داخلنا وأن نضمر في داخلنا نوايا. نحكي لكم أنه إذا العبد نوى على حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة. طيب خلينا ننوي الجهاد يا إخواننا. من مات ولم يغزو، شو رأيكم، لازم نحدد نفسنا بالغزو ولا لا؟ ماذا ننتظر حتى نحدث أنفسنا بالغزو؟ اليوم صباحا دنس المسجد الأقصى المبارك. اليوم يا إخوانا مئات المستوطنين دخلوا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، اللي هذا الباب إله في رقاب المسلمين حق وفي رقابكم أنتم حقين، وهو الباب الوحيد من أبواب المسجد الأقصى 14 اللي ما زال الصهاينة يملكون مفتاحه، يعني الباب الوحيد المحتل باب المغاربة للأسف. وهذا الباب أنا قلت له في رقاب الأمة حق، وفي رقاب المغاربة كم حق؟ حقين، حق الجيرة، لأنه هذا الباب اسمه باب المغاربة وبيفتح على وقف المغاربة، على وقف المغاربة. تسمعوا بحارة المغاربة؟ تسمعوا فيها، لكم فيها حقوق ولكم فيها نصيب، كتب لكم بها وقفا ولم يكتب لغير المغاربة. السلطان المظفر صلاح الدين، في حدا بيعرف اسمه يا اخواننا؟ هذا لقبه يا اخواننا، هذا ليس اسمه. السلطان الذي كتب لكم وقفا ينبغي ان نحفظ اسمه وان نعلمه لابنائنا، يوسف بن ايوب. السلطان المظفر يوسف بن ايوب صلاح الدين، هذا لقب صلاح الدين، يوسف بن ايوب. وكان يملي وابن ابو الحسن علي بن يوسف بن ايوب هو الذي كتب الوقف بيديه وحدده، وما زال المغاربه يحتفظون بصور من هذا الوقف، والاصل موجود في الارشيف العثماني في اسطنبول الى اليوم، موجود في عهده اردوغان والاتراك. إخواننا المسجد الأقصى المبارك بؤرة صراعنا مع الصهاينة. المسجد الأقصى المبارك محور الصراع، المسجد الأقصى المبارك. قلنا مجرد أن نذكر باسمه 12 حرف من كتاب الله، لا تستطيع حكومة ولا وزارة ولا قوة على وجه الأرض أن تنتزع كلمة من كتاب الله من صدور المسلمين، فلا يستطيعون أن ينتزعوا منا حب المسجد الأقصى المبارك. لكننا قد نقصر، لكننا قد نهمل، لكننا قد ننسى. وأنا آمل وأدعو الله لي ولكم إن شاء الله أن نذكر أنفسنا في كل يوم، ونذكر أبناءنا، ونربيهم على حب القبلة الأولى، ونحدث أنفسنا بالجهاد. لا نستحي من هذا يا إخواننا، هذا أضعف الإيمان، يعني هذا ما في بعدي إيمان. التحدث بالجهاد، أن تحدث نفسك بالجهاد، هذا أضعف الإيمان، ما في بعدي إيمان، ما حد يقول لي أنا مؤمن وفي داخله لا يحدث نفسه أن يعمل وأن يجاهد في سبيل الله. أعلى منها مرتبة أن تحدث الناس بالجهاد، أعلى منها مرتبة أن تضع يدك في جيبك وتخرج شيئا وتقول هذا للجهاد، جهاد بالمال.